الترند الاهلي. تعالى لي بقى في الجزئيه دي، لان الجزئيه دي مهمه جدا بصراحه. يعني قال لك ايه؟ ده الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر، ركز بقى معايا كده. هل يكتب موسيماني كلمه النهايه لرحله احمد عبد القادر مع الاهلي؟ يعني مش عارف، مش عارف بصراحه. سؤال برضو حلو. هو فين الرحله اصلا؟ هو لحق احمد عبد القادر عشان في رحله عشان يكتب نهايتها؟ حاجه منتهى الغرابه وحياه ربنا. انا لما اول ما قريت البتاع ده قبل الحلقه قلت يا نهار اسود. ليه عمل، يعني ايه اللي حصل؟ عمل ايه موسيماني لاحمد عبد القادر عشان احمد عبد القادر يقرر انه يمشي؟ احمد عبد القادر لعيب كويس طبعا، لعيب جامد قوي، موهبه كبيره، عنده مهارات عاليه، كل الكلام ده احنا متفقين عليه. لكن تعالى كده نتخيل العنوان، نشيل احمد عبد القادر وحط قفشه، كان هيبقى العنوان ايه؟ هل يكتب موسيماني كلمه النهايه رحله قفشه مع الاهلي؟ طب شيل قفشه حط اي لاعب تاني، هل يكتب موسيماني كلمه النهايه ما هو كده يبقى مش هنخلص. هو معنى ان اي لعيب ايا كان مين هو ما لعبش يبقى موسيماني مش مقتنع بيه زي ما هم كاتبين كده في التقرير ده ولا الخبر ده؟ كلام غير منطقي خالص، حاجه مستفزه وغريبه. احمد عبد القادر لعيب كبير وقفشه لعيب كبير، اه ممكن البعض يكون في مش مستوياته في ماتشات معينه، او ممكن يكون في تراجع نسبي، ده وارد في الكوره. لكن في نفس الوقت ده مش معناه ان الفلان ده وحش يبقى هيمشي، او فلان ده ما بيلعبش او بيشارك للدقايق بس يبقى المدرب مش مقتنع بيه فهيمشيه يعني. حاجة غريبة. أنا عارف دلوقتي كل واحد من جمهور النادي الأهلي أو أي حد بيتفرج علينا دلوقتي هو رد من نفسه من غير ما احنا نرد أو من غير ما احنا نقول يعني. فهدف من ضمن أهداف هذا الخبر هو إن يبقى في خبر أو تقرير اتعمل وخلاص، هو محاولة التشكيك في المدير الفني، لأن طبعًا في قناعة كبيرة عند الجمهور بأحمد عبد القادر، وهي نفس القناعة الموجودة عند المدير الفني، بس أنا لازم أحاول أشكك في المدير الفني ده عشان اهز الاستقرار الفني بتاع الاهلي. ايه ده؟ الاهلي جدد لموسيماني سنتين، ازاي الاهلي يعمل كده؟ احنا يا جماعه متعودين لازم كل سنه نغير، لازم كل سنه كل فرق الدوري المصري تغير مدير فني. لا ايه ده، ما ينفعش الاهلي يبقى مستقر. فحط اخبار زي كده ها تثير الجماهير شويه ضد المدرب، لان احمد عبد القادر لعيب كبير. ايه الكلام ده بصراحه؟ يعني حاجه صعبه جدا، عيب يعني بصراحه. ماشي، ده كان ترند الاهلي. عايزين فاصل؟ نروح فاصل ونرجع نكمل فقرات اخرى في حلقه الترند في السنوات.